السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بيت برمجة اسمها أليس، دي بتخليك تفهم فكرة البرمجة. يعني أنا عندي مثلا هنا الكاميرا، هبدأ إن أنا أتحكم فيها، فأجي هنا مثلا ألاقي البوزيشن، تمام، فسحبت كده بس مجرد ما سحبت فبيقول لي أنت عايز في أي اتجاه، مثلا أب داون فورورد مثلا بمقدار قد إيه، فهو عاملها لي بالشكل دوت. ده كده نوع من أنواع البرمجة المرئية أو من خلال البلوك، تمام. طيب خلينا نشوفها. لو قلت الرن، بص الحركة بتاعت الكاميرا. طيب لو انا ضفت بقى موف فورورد تاني هنا، بيبدأ يقول لي مثلا ذا جراوند او ذيس كاميرا، تمام، هقول له مثلا واحد، يخلص الحركة دي وبعد كده يبدأ حركة تانية. طيب الميزة بقى ان انت كل شوية بتبدأ تفهم فكرة البرمجة. هنا ممكن تدخل بقى على سيت اب سينس، نقدر نضيف بعض مثلا الكائنات كده بالشكل دوت، بيقول لي سميه جمل مثلا عشان بعد كده نقدر ان احنا نتحكم فيه. هو كمان هيبقى ليه اوامر ممكن ان احنا نحطها، ان هو مثلا يتحرك، تمام. حركة الكاميرا بالشكل دوت. هقول له لا انا عايز ادخل تاني للكود، ايه الكود، فيبدأ ان هو يوريها لي بالشكل دوت. هنا بيوريني الفانكشن. طيب هنا كل واحد من دول ابدأ ان انا اتحكم فيه. يعني ممكن ايه، عايز اتحكم مثلا في الجمل، راح نختار بقى ايه الجمل. طيب الجمل دي بقى الاوامر بتاعت الجمل، فين الجمل اهو. الجمل ممكن اخليه مثلا يقول كلمة معينة، هلو مثلا، تقدر تغيرها زي ما انت عايز. ممكن يتحرك مثلا لتارجت معين، لنقطة معينة حددها له. هنا حدد له بقى اب مثلا، بحيث ان انا لما اجي اشغل الكاميرا بدأت تتعمل، وبعد كده الجمل مثلا يتحرك فورورد، تمام. لا انا معمول اب، هقول له لا خليها فورورد بالشكل دوت. وتقدر ان انت تضيف الديتيلز اللي انت عايزها. طيب لو عايز اضيف كومنت، يعني حاجة مش هتنفذ بس عايز اكتبها، فاروح قايل له مثلا عمر سنين، ماشي. تقدر ده يعتبر زي تعليق تشرح بيه الكود، مش هيتنفذ. ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا اتحكم في لغة البرمجة سواء اليس او جافا. اللغة ممكن تخليها كلها بالعربي. هو بيقول لك ايه، اول ما تقفل وتفتح المفروض انها تبدأ تتحول بالشكل ده، اي كلام من الانجليزي يتحول بالعربي. فبالطريقة دي الشخص بيبدأ يتعلم برمجة بشكل مبسط، يفهم فكرة البرمجة، يفهم ازاي ان هو ممكن يبرمج وهكذا، تمام. ده مثلا دوت ممكن نقول له ايه، يخليه يقول حاجة ونخليه مثلا يتحرك موف، وتحدد الدايركشن بتاعه ونقول له شغل الكاميرا اهيت، الجمل اتحرك وبعد كده الشكل ده اتحرك. هسيب لكم الرابط بتاع البرنامج اسفل الفيديو، تمام. وتقدر ان انت بعد ما تعمل اللعبة تشغلها على الفي ار وتتفرج عليها وتستمتع بيها. ممكن تبقى عبارة عن قصة، شخصيات بتتحرك وتبدأ انها تتكلم مع بعض، هتبقى ظريفة والطفل هيتعلم منها افكار جميلة ان شاء الله. لو عجبكم الموضوع قول لنا في الكومنتات على اساس ممكن نكمل شرح ان شاء الله، نعمل شرح مفصل لازاي نتعلم البرمجة مع اليس. هي قريبة من السكتش اب.